بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درسنا في تفسير الكشاف للشيخ الزمخشري رضي الله عنه. يقول الحق سبحانه: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فمن صفات المنافقين الخداع، والخداع هو أن يخفي شيئا وأن يظهر غيره. فهم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهو كلام عن هؤلاء المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أساسا على ديانات أخرى كالديانة اليهودية، أو كانوا على الشرك، ولأنهم يريدون مصلحتهم ووجدوا أن المسلمين قد قويت شوكتهم وبدأوا يخافون منهم، فاستعملوا النفاق. فهم يخادعون الله والذين آمنوا، فهم يخفون عليهم ويظهرون للمسلمين خلاف ما يبطنون. والخداع أن يظهر لك الشخص أنه معك وهو في الواقع عليك. فالمنافقون كانوا يقولون للمؤمنين إنهم مؤمنون، فيظن المؤمنون أنهم معهم، وربما أدلوا إليهم ببعض الأسرار أو بعض الأمور الخاصة، لأنهم يرون أنهم من حيث الظاهر مسلمون، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. لكن المؤمن ما كان يعلم أن هذا منافق، فربما يدلي إليه بأشياء فينقلها إلى أعداء المسلمين. وكان هؤلاء المنافقون يفعلون هذا الخداع ويظهرون خلاف ما يبطنون، ويحدثون المؤمنين بأنهم معهم ولا يشعرونهم أنهم عليهم، لأن المنافقين كانت لهم أغراض. من أغراضهم أن يحموا أنفسهم من شوكة المسلمين ومن قوتهم، ومن الأغراض أيضا أن ينقلوا إلى أعداء المسلمين أسرارهم. فإذا يقول الشيخ الزمخشري: كان المنافقون يخادعون المؤمنين عن أغراض لهم ومقاصد. كان لهم أغراض، للمنافقين أغراض وللمنافقين مقاصد، منها متاركتهم وإعفاؤهم عن المحاربة. يعني بدل أن يعلنوا الكفر، لو أعلنوا الكفر فالمسلمون سيتخذون موقفا ضدهم وسوف لا يتركونهم وسوف يقاتلهم المسلمون لأنهم كفرة. فهم المنافقون لأجل أن يحموا أنفسهم من ذلك وليحصلوا على أن المسلمين يتركونهم ولا يتخذون منهم موقف العداء، فكانوا ينافقون. يبقى لماذا ينافق المنافق؟ ينافق خوفا من أن المسلمين يقفون منهم موقف العداء فيريدون أن يتركوهم. يقولون: ده هؤلاء مؤمنون أو مسلمون، فلا يتخذون موقفا ضدهم. ده غرض أساسي من أغراض النفاق، لأن هؤلاء المنافقين كانوا على الكفر، إما أنهم كانوا على اليهودية أو كانوا على الشرك. ولكن إذا أعلنوا أنهم على اليهودية أو أعلنوا أنهم على الشرك، فسيتعرضون لأن المسلمين يأخذون منهم موقفا. فلأجل أن يتلافى المنافقون هذا الموقف
يعلنون باللسان أنهم مسلمون وهم في الواقع إما أنهم يهود أو أنهم مشركون كافرون. فمن غرض المنافقين بالنفاق وبالخداع وبخداع المؤمنين من أغراضهم أن يتركوهم وأن لا يتخذوا موقفا منهم عدائيا. نعم، وقد كانوا يعني يتصلون بالكافرين ويعملون معهم الأعمال ويفعلون الأفاعيل، كانوا أيضا يريدون أن المؤمنين يحسنون إليهم، يكرمونهم، يعطونهم من الغنائم معهم. إذن كان المنافقون يحصلون على منافع فينتفعون من جانب المسلمين. إذا غنم المسلمون في حرب من الحروب أو جاءهم مال فإن هذا المال يوزع على المنافقين، لأن المنافق يظهر أنه مسلم، وما دام أنه يظهر أنه مسلم إذن يعطى فيأخذ. إذن كان للمنافقين هدف أنهم يحصلون على الإحسان من المؤمنين وعلى أن يأخذوا من الحظوظ ومن الغنائم. هذه فوائد. من أيضا مقاصد المنافقين بالخداع وبإظهار أنهم مع المسلمين وهم في الواقع عليهم، كانوا يهدفون من ذلك إلى أن يختلطوا بالمسلمين، لأن هو لو على الكفر، إذا كان على الكفر لن يختلط بالمسلمين والمسلمون سيبتعدون عنه، إنما إذا أظهروا باللسان أنهم مسلمون إذن سيخالطون المسلمين ويجالسونهم. كما قال الشيخ، إذا جلسوا مع المسلمين وخالطوهم عرفوا أسرارهم ونقلوها إلى أعدائهم. هذا ما يقوله الشيخ، يقول اطلاعهم، اطلاع المنافقين لاختلاطهم بالمؤمنين على الأسرار التي كانوا حراصا على إذاعتها إلى منابذيهم. المنافقون كانوا حريصين على أن يختلطوا بالمسلمين وأن يعرفوا أسرارهم وأن ينقلوها إلى منابذيهم، يعني معنى إلى منابذيهم إلى أعدائهم الذين ينابذونهم العداء. ولذلك عليك أن تحذر من المنافق، لأن المنافق إذا جلس معك ويحب أن يطلع على أسرارك، وبعد أن يطلع على هذه الأسرار يؤذيك بأن ينقلها إلى عدوك ليتخذ منك موقفا وليحاربك من جراء ما أذعته له من أسرار. وربما هو يتخذ منك موقفا عدائيا فيفعل معك ما يضرك. إذن المنافق وضعه يعني شديد الشر، فهو إلى جانب أنه يستفيد منك لأنك تثق فيه، لأنك تظن أنه معك فتعينه، تقدم له من المنافع فيحصل منك على منافع، وإلى جانب أنه يحصل منك على منافع يطلع على أسرارك وينقلها إلى أعدائك، أو يتخذ مع الأعداء موقفا عدائيا منك من غير أن تشعر. يبقى هذا كان وضع المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير من المنافقين في كل عصر. نعم، يثير الشيخ الزمخشري سؤالا هنا، وهو طيب إذا كان المنافقون بهذه الصورة وبهذا الخداع وقد يوقعون المسلمين في الضرر، طب لماذا لم يظهرهم الله ولم يكشف أحوالهم أمام المسلمين حتى يحترسوا من شرهم، ما دام أنهم شر وأنهم يفعلون الشرور وأنهم يأخذون أسرار المسلمين ويذيعونها؟ طيب كان الله سبحانه وتعالى يظهرهم على حقيقتهم أمام المسلمين، فلماذا لم يظهرهم الله أمام الناس ولماذا لم يكشف أحوالهم؟
يجيب الشيخ بأنهم تركوا على هذه الحال لماذا؟ لأنه لو أزرهم الله فسيتخذ منهم المسلمون الموقف ويعادونهم ويحاربونهم ويضربونهم، فربما يكون هذا معوقا لمسيرة الإسلام، لأن الناس إذا وجدوا أن المسلمين يؤذون بعض الناس ويضربونهم ويحاربونهم ويقفون منهم موقف العداء ما دام أنهم كفار، فباقي الكفار يقول لا، طب لماذا لا ندخل في الإسلام؟ لا، الإسلام يؤذي بعض الناس، قد يظنون هذا. فلأجل هذا كانت المهادنة، ولم يظهر الله تعالى حال المنافقين علنا، وإنما كان يبلغها للمؤمنين ليفهموا أن من تبدو عليه سيما النفاق يتخذون منه الموقف المناسب. نعم. ثم يقول الحق سبحانه: هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يبقى الخداع هنا، هم كانوا يظهرون للمسلمين أنهم معه، هم في الواقع عليهم. ربنا سبحانه وتعالى كان يكشف لكل مؤمن حال المنافق، يقول له هذا منافق يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. كشف هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أبلغ بعض أصحابه بذلك. إذن ربنا سبحانه وتعالى يعلم نية المنافقين ويعلم ما يبيتونه من الشر، فيتخذ موقفا منهم يحمي المسلمين من شرهم، وفي الوقت ذاته يؤكد أن المنافق سيعذب عذابا شديدا ويعاقبه الله عقابا شديدا. فمعنى وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني لن تعود نتيجة الخداع ونتيجة الغش الذي يفعله المنافقون إلا على أنفسهم. لماذا؟ لأن الله تعالى سيذيع للمسلم ما يجعله يحتمي إن شاء الله من عمل المنافق، وفي الوقت ذاته يوقع العذاب الأليم على هذا المنافق. فالمنافق يظن أنه يخدع المؤمنين، والواقع أنه لا يخدعهم وإنما يخدع نفسه، والنفس هنا هي الذات. يبقى زي ما تقول، كما تقول: فلان يضار فلانا وما يضار إلا نفسه. يعني واحد يتربص بواحد آخر أن يوقع به ضررا، فالذي يحدث أن الله سبحانه وتعالى ينجي الذي يعني حدث له الضرر من غير أن يشعر، ويوقع هذا الشرير الذي يفعل الضرر، يوقعه هو في الضرر. زي كما نسمع: من حفر لأخيه حفرة وقع فيها. نعم. يبقى الدائرة تدور على المنافق ولن تضر المؤمنين إن شاء الله. نعم. والنفس هنا أنفسهم، بعض العلماء يقول إن النفس هي القلب، والبعض يقول هي الروح، ولكن الأفضل أن يقال إن النفس هي الذات، هي ذات الإنسان. يبقى ما يخدعون إلا أنفسهم، يعني إلا ذواتهم، يعني لا يخدعون إلا ذواتهم. فالمنافق ضرره يعود عليه في النهاية، ولكن على المؤمن أن يحترس، لأن المؤمن له فراسة، فهذه الفراسة تجعله يفهم النفاق ويفهم المنافق ويحترس من شره، يحترس من شره. نعم. يبقى الخداع لاصق بالمنافقين لا يعدوهم إلى غيرهم. ده معنى إيه؟ وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني هنا اسمه أسلوب قصر، يعني الخداع لا يعود إلا عليهم ولا يعود على غيرهم، ولا يعود على غيرهم. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: طيب، هل هناك خداع لله؟ يعني يخادعون الله
نقول لا، يعني هم إذا كانوا يخدعون المؤمنين يمكن، أما خداع الله فلا، لأن الخداع معناه ماذا؟ معناه تدبير أمر في الخفاء ويفاجأ من يدبر ضده بالشر، بالشر. يبقى الذي يدبر ضده هذا إنسان مثلا لا يعلم، يعني واحد يدبر ضدي مثلا شيئا من النفاق، يحاول أن يؤذيني، ربما أنا لا أعلم، أنا لا أعلم، لكن بالنسبة لله الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فهل يكون الخداع هنا لله؟ لا، نقول لا، هم لن يستطيعوا أن يخدعوا الله. طب لماذا ذكر في الآية يخادعون الله والذين آمنوا؟ يبقى ذكر يعني تقوية لموقف المسلمين، تقوية لموقف المسلمين، أو ربما هم يفهمون المنافق يعني يظن أن الله لن يعلم بنفاقه أو لن يعلم بما يدبره من الشر، والله سبحانه وتعالى يعلمه على الحقيقة. إذن الله سبحانه وتعالى لا يخدع، لأن الخداع يكون لمن لا يعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فلا يمكن أن يكون الخداع لله سبحانه وتعالى. إذن سيكون مسألة ذكر لفظ الجلالة هنا إما أنه تقوية للمسلمين، وإما أنه لأن المنافق يظن أن الله تعالى لن يبلغ المسلمين بذلك ولن يعلمهم بذلك. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني الواقع إن المنافق يفسد في الأرض، المنافق يفعل الشرور، هو لا يشعر أنه يفعل الشر، لأن الشيطان يسول له أنه يفعل ما يفيده، مع أنه يفعل الشر ومع ذلك لا يشعر به، ولذلك فهو لا يفهم أن هذا الخداع يعود ضرره عليه، هو لا يفهم ذلك ولا يعرف ولا يفكر فيه، لأن الشيطان يعني يقول له أنت على حق، الشيطان يوسوس له ويزين له ويقول له اسلك طريق الشر، ويقول له ده هذا طريقك وهذا يعني فيه مصلحتك، فكأن الشر يعني يصدر من المنافق، والمنافق يظن أنه على حق ويظن أنه لا يفعل إلا الحق، مع أنه يفعل الشر ويفعل الفساد ولكنه لا يشعر بذلك. وما يشعرون، كلمة وما يشعرون نفي الشعور عنهم، نفي الشعور عنهم. ما الشعور؟ الشعور هو الشعور بالحاسة، يعني يشعر بالنظر، يشعر بالسمع، يشعر باللمس، يشعر بالقلب، يشعر بالذوق، يعني عندنا الحواس، الحواس يعني البصر، السمع، الشم، الذوق، الكلام، هذه الحواس الخمس، هذه الحواس الخمس يشعر بها الإنسان، يرى الأشياء، يسمع، يتذوق، يدرك بالقلب، مع ذلك هو لا يشعر. يعني الشعور يكون بالحواس، الإنسان يرى مثلا أن أمامه خطرا يبتعد عنه، يسمع أن شرا سيحدث يمتنع عنه، إذن بالحواس يدرك الإنسان إن كان على صواب أو خطأ. إنما المنافق يهمل حواسه، هو يفعل الشر ويوقع الضرر بالناس ويدبر في الخفاء لهم الشرور، ومع ذلك تجد لا يشعر بذلك ولا يحس بهذا. فوما يشعرون، إذن المنافق يفعل الشر ويظن أنه على حق ولا يحس أنه على ضرر،
ولا يحس أنه يضر الناس، مع أن ضرر الناس واضح، هو يضرهم، يضرهم وهو أمامهم ويؤدي بهم إلى العطب وإلى الهلاك وإلى الفساد، ومع ذلك لا يشعر. الذي لا يشعر إنما هو البهائم، كأن الله سبحانه وتعالى يقول عن المنافق الذي يفعل الشر بالناس ويضرهم من حيث لا يعلمون، حيث لا يعلمون، يشعر، لا يشعر بأنه يضرهم، بل يشعر بأنه انتصر أو بأنه تغلب عليهم. فالقرآن يقول إن المنافق أهمل حواسه، أهمل البصر، أهمل السمع، أهمل اللمس، أهمل الذوق، أهمل الشم، يعني الذي يفعل فسادا يشم رائحته، رائحته تشم ويرى أنه أحدث فسادا وأوقع إتلافا عند بعض الناس، ومع ذلك إذا لم يحس فهو إذن كالبهائم، تجرد من الحواس. ربنا خلق للإنسان الحواس ليدرك بها، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فجعل له الحواس ليدرك بها الصواب من الخطأ، وليدرك بها أن هذا أمر صالح وهذا أمر فاسد. لكن إذا لم يشعر ولم يحس، وإذا ما ترك هذا الأمر وظن أنه على صواب، إذن هو في هذا لا يشعر، إذن يلتحق بالبهائم التي لا تشعر. والشعار أيضا يقال للثوب الذي يلي الجسد، الشعار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن الأنصار وعن قربهم منه، فقال الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الداخلي الذي تلبسه تحت الملابس، فانيلا مثلا، هذه تسمى الشعار لأنها هي الثوب الملاصق والملامس للجسد، وطبعا الإنسان يشعر بها تمام الشعور. أما الدثار فهو الثوب الخارجي الذي يلبس فوق الثوب الداخلي، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال عن الأنصار إنهم شعار، يعني يريد أن يقول إنهم أقرب الناس إليه، كما أن أقرب الملابس إلى الجسد هو الثوب الداخلي. والناس دثار، الناس كالثوب الخارجي، يبقى الناس صحيح يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آمنوا، ولكن درجات، القرب درجات، الأنصار أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي ناس آخرين. فإذا كأن الشعار هو الثوب الداخلي، يبقى وما يشعرون ممكن أن تكون مأخوذة من الشعور، من الشعار. فالشعار يعني إذن كأن الفساد يقع من المنافق والمنافق لا يحس به، لأنه حيوان، لأنه دابة من الدواب، لأنه من البهائم لا يحس. ويمكن أن يكون الشعر دقيق، الشعور من الشعور، فهم لا يحسون بالفساد الذي يقعون فيه، ومع أنه دقيق كالشعرة ومعروف إلا أنهم لا يحسون به. يبقى وما يشعرون يمكن أن تأخذها من ثلاث جهات، يمكن أن تأخذها من ناحية إهمال المنافقين لحواسهم، فهم لو أعملوا حواسهم ما أضروا أحدا، وما فعلوا النفاق ولا دبروا الكيد للناس، لو كانت عندهم حواس يدركون بها. أو تأخذه من الشعار الثوب الداخلي الذي تلبسه، فمعناها أنهم لا يحسون، مع أن الإنسان يحس بالثوب الداخلي لأنه ملاصق لجسده، فهؤلاء لا يحسون، إذن هذا أيضا سلب عنهم الإحساس. وأيضا كل ما يدق من الأمور ويفهم أنه كالشعرة، ومع ذلك لا يعرفونها ولا ينظرون إليها. يبقى هنا القرآن الكريم يصف المنافقين في محاولتهم إضلال الناس وفي محاولتهم إيذاء الناس من غير أن يعلم الناس.
على طريقة الخداع بأن يدبروا لهم في الخفاء الشر وأن يوقعوا الشر من حيث لا يشعر الإنسان ولا يعلم. هذا خداع وهذا ممقوت. والله سبحانه وتعالى يقول إنهم ما يخدعون إلا أنفسهم، فسيعود ضرر الخداع عليهم وهم كالبهائم لا يشعرون. بعد ذلك ولذلك حتى الشيخ قال هذا، يعني أن لحوق ضرر ذلك بهم كالمحسوس، يبقى سيقع بهم الضرر وسيقع بهم العذاب من حيث لا يشعرون، وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له، كالذي لا حس له. نعم.